مرحبا، أنا حنين حسن من سوريا. مشروعي هو عن مساحة صديقة للنساء بمحافظة طرطوس للنساء الوافدات. هلأ كتير مبسوطة أني عم شاركة بالـ YLP2. هي فرصة كتير كبيرة لإلي أني أنا أشوف قيادات شابة من كافة المناطق العربية، وأني قدرت تصير نتشارك معلومات والأفكار، وكمان أنه جايبين لمدربين كتير رائعين، فهي فرصة ما بتتعوض. شكراً كتير لكم.